وصية بتوجه فيها لكل لبناني ما بخصص حدا. وصيتي هي إنه ببلد الرسالة والعيش المشترك نحافظ على الكرامة الإنسانية، لأنه بعتبر إنه الكرامة الإنسانية بلبنان مفقودة، وهيدي كتير مهمة لأنه نحن خلقنا على صورة الله، وبالتالي ملزمين إنه نحافظ على الكرامة الإنسانية، وهيدي ما عم نلاقيها ولا بأي شيء بالدولة اللبنانية. وصية شخصية يمكن بوصي أكيد عائلتي يضلوا يحبوا بعضهم، أخواتي يحبوا بعضهم، عائلتي الكبيرة يحبوا بعضهم. بوصي رفاقي بالتيار إنه في حال أنا متت بطريقة غير طبيعية، ربما انفجار، ربما اغتيال، بوصي إنه دمي يكون هو إذا بدك الشعلة اللي بيحملوها ليكملوا فيها مسيرة النضال. عندي هالشعور، ايه عندي صراحة، عندي ما بيخوفني، بالعكس أنا بتمنى إنه دمي يكون فدا عن لبنان. أبداً هيدا ما بيخوفني، بتمنى، وأنا عم بشتغل بالشأن العام، عم بشتغل للبنان، أنا ما عم بشتغل لما يخرج. أنا صراحة بحب إنه ينكتب ياس بدي أحط عوينيتي لأنه ما بشوف. أنا مغرومة بلبنان على فكرة، يعني هلأ وقت تحكيني عن لبنان بصير قلبي يدق، كيف كأنك عم تحكيني عن واحد مغروم فيه.